اهلا وسهلا، مساء الخير الغزالة ديالي. كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير ان شاء الله. وانتوما كتشوفوا هاد لا فيديو هاد النهار هذا اختكم حضاره. راه نتوما كيفاش طلعت يا البنات دابا عاد من صفريطه زرقاء ودابا رجع فيا الضوء. غادي نوريكم مرحله بمرحله المكياج ديال العرس. انا عملت المكياج سموكي ديما، 3 سنين ما عملت هاد السموكي صراحه، شهيت وبغيت نقوي العينين، عملت الفم خفيف وقويت العينين. المهم غير حضر على قد الحال ديال العائله ديالي، حنا مع بعضياتنا، ولكن بغينا نلبسو مزيان ونكونو مزيان بما اننا غناكلو مزيان ونشطحو مزيان. المهم حبايبي شنو بغيت نقول لكم؟ الوغ بالنسبه للسهره ديال زهير البهوي اللي غيكون فيها غير واحد السويعه ديال المكان وغيخرج فحالو، غتكون سهره نسائيه 100% البنات، اوت غام كلاس، فيها الماكله افولونتي، فيها البلاس في اي بي، فيها البلاس العاديين، فيها لي ميور تريتور، فيها الدي جي سكينه، فيها الغنايه جوبونس سكينه ولا الدي جي ما عرفاش بزاف. المهم فيها بزاف ديال المفاجات، وفيها بزاف ديال لومبيونس زوينه وديال الناس زوينين. الصاله هذه هي اللي غادي يكون فيها ليفينمون، صاله كبيره قصر البنات في بيرمنغهام، كنظن في اون داغليكت. علاش كنهضر على هذا الشيء؟ حيت طاغيتهم في انستغرام والبنات دخلوا لي بزاف ديال الاسئله، وقلت لهم غنشرح لهم كل شيء في يوتيوب. البنات ديالي راهم عارفين وريزرفاو، وباقي بنات اخرين، واكيد حتى انا غنكون تما، وغيكونوا بزاف ديال الناس اخرين اللي مشهورين كثار، وبزاف ديال الناس اللي معروفين. المهم غتكون امبيونس زوينه، وغادي ننشطوا مزيان ونشطحوا مزيان وناكلوا مزيان، غنكونوا غير مع بعضياتنا فواحد البلاصه اللي بريستيج مع الناس اللي بريستيج. هذه هي لاصاله البنات، وغادي يكونوا بزاف ديال الناس اللي غادي يوريونا المنتوجات ديالهم، وغتكون كاينين دي بتيت فونت، ومثلا نشوفوا الزيانات اللي كاينين، نشوفوا شنو خارج دابا بالنسبه للناس اللي باغيين يزوجوا وليداتهم ولا خوتهم ولا اللي هما نيت كيوجدوا على راس ديالهم. غتديو افكار زوينه، وفي نفس الوقت غادي تدوزوا وقت اللي رائع وممتع. بالنسبه للطاريف 80 اورو بي العادي، و100 اورو بي في اي بي، ولكن فيها هذه البلاصه لوكس، فيها الموسيقى، فيها زهير بهاوي، فيها هذا الاكل الرائع. غادي نكونوا لابسين كلنا بحال الاميرات. ابخي فيت فو بيل، ماكيو مع راسكم، لبسوا عدلوا الشعر. الساعه اللي غيدخل زهير يغني ديك نص ساعه ولا الساعه ديالو، سيبوا الشال على راسكم بالنسبه للبنات المحتجبات، وغير خرج بحاله. وغادي نجلسوا غير نساء مع بعضياتنا، يعني 100% فيمينين. حنا ماشي ضد الماسكولين، ولكن نتوما عارفين حنا كنفضلوا نكونوا مع بعضياتنا، باش حتى البنات اللي كيلبسوا طويل او البنات المحتجبات او يقدروا يكونوا زوينات ولابسين اللي بغاو، ومعدلين شعرهم والماكياج وكاع داكشي اللي كيبغيوه، بما انهم غيكونوا اونتوري ديال بنات وحدين اخرين. زعما ما كاينش الماسكيون، حتى هاد الالعاب الناريه غادي تكون مهم بزاف ديال المفاجات البنات. فريمون مكان بريستيج، ناس بريستيج، امبيونس بريستيج، اكل بريستيج، عروض بريستيج، غيكونوا بزاف ديال اللي بحال اللي ديفيلي، غيكون مهم بزاف ديال المفاجات. انا اكيد قطعت لي بيي ديالي وشريتهم البنات، والله العظيم الا شريتهم لا انا لا صحابي، ديجا حنا سته، وعاد غادي نزيد جوج ديال لي بيي اخرين لعماتي ودايوغ شفتهم معايا ملي كنت كنعد لي دريسينغ بالنسبه للبنات. المغزله ديالي كيف ما كتشوفوا لابو ديالي من مورا داك الادغا فاسيال مانيفيك البنات، ما كاين لا فلتر لا حتى شي حاجه. عرفتوا الايفون كنصور بالايفون، الايفون الا عندك شي ديفو والله ما يفلتو لك، كيبين كل شيء. المهم عندي هنايا شي حبيبات، نتوما عارفين هاد الحبيبات كيطلعوا لنا مره مي تبارك الله، البشره ديالي صبحت لي فيها النضاره. وبالنسبه لهاد الخطوط اللي كتشوفوا هنا عادي، حيت انا يلا عملت العمليه هذه بعد الشهور، شي 3 شهور ل 4 شهور دابا باش عملت العمليه النيف ديالي. المهم عقلت شي بالضبط، سي نورمال كيتنفخ لودم، يعني الجمجمه ديال الوجه كتنفخ، خاص عام عاد كتوقف نهائيا من التنفيخ. فهادشي اللي كيكوزي هاد لي سيون اللي كاينين هنايا. شنو بغيت نقول لكم اخر؟ صديقة قتلتوني بالضحك، كنت لي لمية نهار اللي كنت صايمه كليتي تلقيت نسران الكارتي بعدا نسران الغزاله كنبوسم هنايا، وطلعت معايا في الطوموبيل وقتلتني بالضحك، قالت لي انا كتاكل الزيتونه وانا كنقول لك لا ميا صايمه، لا ميا صايمه. لا البنات راه كدان المغرب وي بيبي مونتي هذا كريسي صغير جلس ماما سيغ لو تابي. قلت لكم كتقول لي الا ميا صايمه، الا ميا صايمه، كدان المغرب البنات. كان راه كنظلم، راه كيبان مطيقه نظلم، راه حيت كانوا معايا الوليدات، وخا دنت المغرب فرقت الصيام غير ديك الساعه، ما عرفتش شنو باش فرقت الصيام، حتى كليت معاهم داك الساندويتش ما وجدت لا راسي والو. وملي تشوفوني كنطيب وكناكل عرفوا خصكم كتوسجع داكشي لا شعور، انا كنطيب وانا كناكل، حيت انا الا كنت خدامه كنبقى خدامه خدامه خدامه، كنطيب ولا كنشتغل ولا كنسى راسي بالماكله. اليوم ما شاء الله غادي نعمل معكم الماكياج اللي غادي نحضر به، كتسناو بزاف لي تيتو ماكياج. انا عارفه البنات تاخرت عليكم، نو ماما توش باسيل تابلي تاخرت عليكم، ولكن نتوما عارفين والله ما كندير كسالي. وعاد حاجه اخرى، شوفوا معايا اليوم يدي، شوفوا يدي كيفاش منفخ، كتشوفوا هنايا شفتوا شحال من فوق. خاصكم تعرفوا انا عندي اليدين صغيرين، عندي دي بوتي بواني مره، هادشي كامل ماشي الغلطه ديالي. شفتوا فين كاين هاد العظمه، انا غنوريكم يد اخر باش تفهموا. فوالا شوفوا هذا وشوفوا هذا،
شفتوا هذا، هذا منفخ. هذا البارح كنت كنصور لصاحبتي الفوطي، وداك الفوطي اللي صورت لبنات اللي شرا الحبيبه ديالي كتبوسني، كنصور لكم البنات الفوطي اللي خاصنا نشريو لصاحبتي. وافاك ان فوموفمون داك الساعه الوالي العرض تنفخ تنفخ للعرق، ولا غدا بدا صلاح يدي منفخ. دابا هكذا كنقدر نحركو، ولكن نردو لا، مثلا نجمع شعري لا. دونك الله اعلم كيف غيطلع اليوم هذا الماكياج بيد واحد، وحتى الشغل ما نقدرش نعملو. هو شوفوا هيدا عمل به اللي بغيتي، ولكن انا كنسى فاش كنكون خدامه مثلا كنسى، فوالا الا عملت هيدا كيحرقني ما نقدرش. فسبحان الله هاد الصباع وهاد اليد ما كتبش كاع، كنكون علينا بديت نسالي الشغل، عاود كتجي شي حاجه، يا اما كتجي الخدمه، يا اما كيجي شي عطب تكنيك، يا اما شي لعيبه، كيرجع داكشي كامل كيف ما كتشوفوا. عامله لي ستيل بيان سور، عاد عملتهم هاد الويكند هذا باش نحضر بهم ان شاء الله. وصديقه قالت لي عافاك لميه ما بارطاجيتيش معنا لي كريب فارسيل اللي هضرتوا عليهم نهار ديال اكسيون. غادي نعاود معكم الطريقه اليوم، ساهلين ساهلين جدا، غادي نعاود معكم الطريقه. غير هو ما عنديش الوقت نعاود نطيب لي كريب من جديد، غنستعمل لي كريب ديال المغازان غنسخنهم في المقله. هما بلي كريب ديال الدار كيجيو حسن، حيت لا كريب ديال المغازان كتهرس، فهمتوا؟ ماشي بحال كريب ديال الدار كتكون ورقه رطبه. ماشي مشكل، معايا نتلاقاكم من بعد الغسالات. قول سلام البنات. سلام البنات. سلام، ان بيزو. رجع لكم من بعد البنات. لي كريب غادي نستعملو هادو لي كيتباعو واجدين. الو غادي نستعملو الزبدة، باغ كونطخ ديك النهار بنا بالبنانة مبقاش البنانة، لقيت بنانة وحدة في الفخيكو، دونك غادي نعملو نص بنانة عند جوج صغار. الو غادي نعملو نسخنو هاد لي كريب بالزبدة حيت كيكونو شوية قاطحين. هادو كيتباعو في أي بلاصة، في أي مكازا كيتباعو، ها شتو دغيا كيتقطعو. غادي نعملو معاهم كيندر بوينو، وكاين اللي كيبغي. انا في الدار عندي بسبيكيلوز، شوفوا 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 هذاك النهار جبت هذا الشيء من ليدي. شوفوا باش تعرف الاولاد الا ما كاينش الكونترول المرض السكري غيجيو الله يستر. شوفوا دونك غادي نستعملوا شويه ديال بسبيكيلوز، شويه بالبارت هذه شوكو ولا نوتيلا ولا اللي كتستعملوا. غادي نستعملوا لا كريم شونتيي هذه اللي واجده، ولا من الاحسن اللي عنده الوقت يطرب الاخرى لان كتكون قاصحه اكثر من هذه، هذه دغيا كتولي بحال الماء. دونك اول حاجه عندنا المقيله ديالنا تسخن. زوق بغيتي تزوقي، غادي نوري بعدا وحده البنات ونخليكم نتوما تذوقوا. غادي ندير شويه زبيده الى دخلت لينا هاد البوطه ديال الطوب. كتملى عليا ليش قلتي سلام البنات؟ سلام عليكم البنات. فوالا بحال هكدا صافي سخنات القيله ديالنا، هادي مقطعة نحيدو. غادي نعملو لا كريب ديالنا تسخن، ها هي دوحة. اللي بغا اللي بغا يجي يزوق يجي. غادي نعملو شوية د نوتيلا يسخن حتى هو. باردون، علاه ما كتهضر عليها؟ جو فين فيديو. عندك تبوسطيها. الو من نوتيلا باش نورمالمون كيجي بلا غاناش، انا ما عنديش لا غاناش، كنعمل ديما غير نوتيلا، غير ماشي زعما هذا نوتيلا ولا شوكو ميسا نون بات نوازيت. ما تحرقوش البنات، غير تسخن المقله ولا الميكرووند، غير تسخن المقله حطو بحال هيدا وحيدو، حيت الا تحرق والو خصو غير يسخن. فوالا ما ماما ماما فوالا شتوها كيفاش كتولي رطبه ملي كتسخن هادي ديال المكازان، كتولي غزاله هانتوما. فوالا الو اون اوتر بحدا À l'école, monsieur il a dit que j'étais efficace et du coup j'avais fait choquer. À chaque fois on devait faire. C'était deux crêpes pour une personne. Ouais. Et vu que j'étais tellement efficace, j'en mettais quatre en même temps et du coup j'en séparais, j'en prenais deux, je les mettais dans un assiette et je donnais à monsieur. T'étais bien douée. D'abord, on a dit que tu fais le bon temps. Vu que tu as dit que tu as dit chocolat, sinon on a dit que ça. Voilà, je suis un peu là. Et puis je t'ai dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as وهكذا كتبقى حتى اكتيفيتي مع الوليدات النهار الاربع. الو غادي نغسل وحده هنايا بحال هيدا، غادي نعمل فيها شويه البنان حيت عندنا غير وحده. مشكون ما كناكلوش انا نعدل وحده مع البنات وغنخليكم نتوما تكملوا الباقي صافي. اوكي نيت، انا خاصني نطلع نحدد القفطان ديالي ساكنه. دابا غير نعملوا الكوتي ديالنا نوجد انا مشينا بحالتنا. هاد هذيك كريب صغيره غنخليوها محلوله، ما غاديش ما غاديش نطويبها. هادي هي ابلا ش
لا كريب هذه صغيره ولا كريب اخرى كتكون اكثر. شوف واش كاين انت دون. فوالا غادي نحكيها بالكور دون حتى هي سخنات. انا باغا خلاص نعملو لا كريم يا اما في القاع تايلا عندكم لي فريز سي تري بيان اوسي مي او مون برون با يلا بوكو دو فريز فين بون يا بوكو دو فريز تي بون سي بون ميرسي ماما دو ريان ما شيري الشوكولا اللي سخنا غادي نعملو لهيلا فوالا هانتوما مانيفيك ها انت الغزاله ديالي ما تكون غير على خاطر واخا حضاره وجدت ولا مسكينه قالت لي لمي انا حامله عافاك عمل لي لي كريب معمرين اللي هضرتوا عليهم دونك لي كريب استعملي هادو ولا الواجدين اللي عجبك وهنايا نورمالمون هاد الجهه كنخدموا فيها لا شونتيي وهاد الجهه نحطوا فيها بحال هادي اللي خاويين نحطوا فيها لي فخوي تيان هاي لا تيان هاي وش بر مزيان فاجي هكا دودو تقدر دي جوج نو حتى انا وحيده كوندريون حاجه وضحه كنقول لها جيب لي هادو عندي وحدو هاد جدادين عندي وحدين قدامين كنعطيهم هما قالت لك الا هي تحط لك لي ميور كوفير اليوم ولي ميور سيت دو طابلا ضحى شنو هاد الشيء ها وديما بلا بيس حيت ديما مصيفه من تحت لابسه غير التيشيرت انا شوفوا شنو غادي ناكل غناكل باتي دو زيتون هذا هو الديسير ديالي باتي دو زيتون مع هذا الزعلوكه ديال ماتيشه انا بلا ديفينيسيون دو ديسير نو 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 دو ديسير شي مو سي سالي نو ما بغيتش ناكل الحلو بزاف حيت ماشي حد راه غناكلو من بعد عندكم ولا الدبدوبه نتوما عارفين انت تصيب انت رمضان ايوا زعما في رمضان زعما كنضعفوا سيروا هاد الكتابي كنغلطوا يا في ماشتا دابا غاسي طات تناسيات هانتوما كوشتي كيجمعكم الوغ البنات المهتمين بنت ما القبطان ديالي من عند نبيله العام اللي فات كنت ديتو نبيله انكا بريستيج قالت لي الاسبوع الماجي ان شاء الله غادي يكون عندها لي نوفوتي يكون عندها الجديد بالنسبه للعيد رمضان المناسبات دابا ان شاء الله غادي يرفع علينا الله هذا الوباء ونوليو نحضروا توحشنا نشوفوا الحباب وتوحشنا نتجمعوا مع العائله لان فريمون كل شيء كيجري كل شيء يجري عليا يجري عليك الوقت ما كيقدش نهار فيه 24 ساعه للاسف دغيا كيتحد الظلام ما كانوش هاد المناسبات ما كنشوفوش حبابنا ما كنتلاقاوهمش هنا كنحدد القبطان ديالي وبالنسبه للثمن ديالو هذا كان جو بونس 170 الاورو كان دون كيعمل المهم ابتداء 150 180 عند قفطون ديال الفرع نبيله وهذا اللي قلت لكم كوليكسيون ديال العام اللي فات ديجا عنده عام وهو عندي غير غتجيب الكوليكسيون جديده ان شاء الله غادي نقيسهم لكم وبيان سور حتى انا غادي ناخذ واحد ليا وهكذا تعرفوا الجديد تعري بوك لي سيلين غادي تعاوني فيه حتى يدي مريض وجدت شنو غادي نلبس دونك غادي نلبس هذا القفطان هذا الخضر مع هذه السميطه ديالو هو فيه هنايا الغوز جولد نخدم بالغوز جولد بالغوز جولد وبشويه ديال الذهب زعما لا كولور دوري وغادي نعمل معاهم هاد لونسومبل هذا ديال السي دي من عند ميندوغ بالنسبه لهذا من عند نبيله انكا بريستيج كنت شريته العام اللي فات الى عقلته في الايام ديال رمضان كنت بارطاجيته معاكم والماكياج اللي غادي نعمل الغوز غادي الوغ بالنسبه للماكياج ما كنستعملش 100000 برودوي البنات انا كنعمل غير الفون دو تان و لا بودر ترونسبارونت باش تفيكسي وشويه الكونتورينغ زعما ماشي ديك 3 4 كوش مي ابري كل واحد ولا الميثود ديالو انا ماشي بروفيسيونيل في الماكياج ولكن كنعرف وجهي مزيان وكنعرف شنو غيجي معايا وغنشارك معكم هذا الماكياج هذا السموكي وغنعطيكم لي تكنيك باش يخرج لكم نقي بيان سور غنستعمل هاد لاباليت ديال ساول مات باي رويال اكاديمي بالنسبه للماكياج هانتوما شنو جد دونك هذا بريمر باش نعملو قبل من الفون دو تان هادي الفون دو تان كوفرونس زوينه الماسكارا غير لتحت هايلايت كونتورينغ فاراجو بودرا والجلوس وبالنسبه للميك اب غادي نستعمل هاد لاباليت ديال ساول مات المهم بقى كنفكر في الالوان وبالنسبه للهايلايت هادي هادي خرج لي مانيفيك البنات وداك لي سوان ادغافا سير هانتوما والله ما فيها شي نقطه الماكياج حتى شي حاجه عرفتوا لابو تبارك الله هانتوما حتى حاجه حتى حاجه حتى حاجه مانيفيك لابو خرجت مخيره بحال رجعت واحد الخمس سنين ديال الشباب ديالها لان فريمون كانت دكدكات ديجا الماكياج كل نهار نعس الماكله كلشي كلشي ستريس البوليسيون الجو عاد والله ما نكذب عليكم هادي نقول لكم شي اسبوع واقيله ما كنعسش بالمره شي 4 5 سوايع حيت هي ما كتنعس معايا فدابا وساعه كتفيق لي وملي كتفيق لي كيبقى طاير لي النعاس بزاف دي فوا كنجاوب شي واحد في انستغرام في جوج الليل غادي يقول مالا لميا كتجاوبنا في جوج الليل المهم اول حاجه عملتها هو عملت هاد لاباز هادي الوغ هاد لاباز هادي كتوجدوا بها لابو ديالكم بحال اللي كتليستي شي شويه
لا بو كتغسلي لي بو هذه كنشريها من عند كيكو صراحه المفضله ديالي هي اللي في البيض ولكن المره الثانيه كنت ديت هذه سينو اي كريم ايدغاتون تعملوها هي الاولانيه حين ضروري خاصنا نوجدوا البشره الماكياج ثاني حاجه اليوم غنستعمل هذا الفون دو تان ديال شيشيدو سينو الفون دو تان اللي كنستعمل بارطاجيته معكم خطير وجربته فن هو ديال مايبيلين فول كوفرانس مي اليوم بغيت نستعمل هذا بغيت زعما نبدل شي شويه الوغ اول حاجه ما غتستعملش حتى البيوتي بلاندر اليوم بغيت نستعملو فريمون غير بهذا دونك اول حاجه غادي نعمل الفون دو تان ديالي جيسبر تكونوا كتشوفوني مزيان عاد الايفون ما نقولكمش لي ديفو اللي كيبين في وجه الايفون راه ماشي بحال سامسونج نطلع شي شويه هذا وانيت البنات هاد لو فون دو تان هذا هانتوما باش تشوفوه تعملوا له كابتور ديكرون اذا بغيتوا كنتم مهتمين هو نيت غادي نعمل به اونتي سيرم سينو احسن اونتي سيرم العظامه البنات كيحمق ما عنديش حتى لمده هذه وما شريته هو مايبيلين بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو بحال ديالي مات وسمراء رقم 4 واو 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 حسن من كاع د الماركات ديال بروفيسيونيل والله العظيم مايبيلين كامل شي 12 ولا 13 الاورو دابا نشريه من كريك دو فاتون بارطاجيه معكم بالنسبه لعيني غادي نعملها غير بالصبع ديالي انا جو بونس كو الفون دو تان كيتد لك اكثر بالاصبع كل حاجه تي اخرين حيت الصبع كينسجم مزيان مع لابو مع لابو جلده مع جلده فوالا بحال هيدا فوالا وبالنسبه للاونتي سيرن غادي نحطو غير هكذا ونخليه شي شويه ينشف عاد غادي نزيد نعاود ندوز عليه بهذا البانسونيت ولا بالبيوتي بلاندر حيت البيوتي بلاندر كيحيد الفوائد اللي بقاو شايطين فوالا انا ما عرفتش اش كيبان ليكم وي راه باين مزيان فوالا صافي ما كنشوفش مزيان عرفتوا شنو الاضاءه عندي ماشي قويه هنايا فغادي نخدم بهذه المرايه الكبيره باش ما يخرجش شي ديفو اللي يبان لي على برا فين الجهه الكبيره هي هادي وي هي هادي دونك فوالا سي مانيفيك نو مخير عرفتوا مخيره خرجت لي لا بو بداك داك لو سوان ايدغا فاسيال مانيفيك فوالا بحال هكذا دابا غادي ندوز لو كونتورينغ غادي نستعمل هذا البانسو ديال اكسيون صراحه عندي بحال هذا هو موف ديال الكونتورينغ هو المخير مي دابا تلف عليا ما عرفتش فين مشى وغادي نستعمل هذا الكونتورينغ ديال اكاتريس جو كوا هذا ديال كاتريس كيعمل شي 4 اورو انا كنستعمل هاد لا كولور هادي حيت هادي كتجيني بحال لي الاورانج شي شويه دونك غادي نعمل شويه لو كونتور لوجهي دونك على غير شي شويه بحال هيدا باش نخرج شي شويه لي بوميت كاين اللي كيبغي يخدمو بالفون دو تان سائل انا كتعجبني بلا بودر كنتحكم فيها اكثر فوالا بحال هيدا شي شويه هنا شويه هنا ودابا بهذا البانسو الصغير بما انني في مازال منفوخ بالعمليه غادي نعملو كونتورينغ اللي ساهل غادي ناخذ واحد القلم اولا واحد الايلاينر ولا شي حاجه بحال هكذا غادي نحطه هنا غادي نعمر البانسو ديالي مزيان وغادي نعمل بحال هكذا فوالا شوفوا معايا هنا وما غنحركش يدي نفس الشيء في الجهه الاخرى فوالا بحال هكذا ودابا غادي ناخذ هذا كولور بانانا حتى هو كونتور بيض غادي نعملو في الوسط فوالا بحال هكذا ودابا غادي نطابوتي كلشي نحيد هذوك الفوائد فوالا بحال هكذا باش ملي نخرجوا ما يكونوش عندنا جوج الوان في وجه ديالنا شي شويه اي فوالا عرفتوا النيف ديالي كيعمل طق 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 باقي طري مسكين باقي مهرس فوالا بحال هيدا وبالنسبه لابودغ غادي نستعمل غير هذه ترونسبارونت ديال كيكو حيت ما بغيتش نكون قويه في الماكياج فوالا هذه ديال كيكو ترونسبارونت وصافي غير كتفيكسي بها نقول لكم شمن رقم بالنسبه للبنات اللي عندهم لابو بحال ديالو بودغ كويت رقم فيهاش الرقم هذه رقم كيكون في الكرتونه ما عرفتش من رقم البنات المهم هي هذه سينو دائما في كيكو دومونديو لافوندوز هي انا دائما كتعاونني كتشوف لي على حساب العنق ديالي دونك بالنسبه لابودغ غادي نطابوطيها غير بشويه غير باش تيكسيلي لو فون دو تان ماشي نعمل هكذا باش نطير كاع داكشي اللي خدمته فوالا بحال هكذا او ما نساوش العنق ديالنا اكيد ما كنبغيش نعمل فون دو تان في العنق كيعجبني نعمل غير لابودغ وصافي غير شي شويه باش ما يكونش الفرق بزاف يكون نفس اللون
ودابا غادي نستعمل الفراجو. الوغ الفراجو ديال كاتريس نيت كيعمل 4 ولا 5 اورو، سينو اي فراجو عندكم. انا عندي الانواع ديال لي فراجو، عندي حتى ديال شيشيدو، مي فريمون كيعجبني هذا الغوز هذا. انتما نقول لكمش من رقم هذا، وعاد هذا واخا الماما كيطرش كتبعني واتور سويت بو واتور سويت بروف بورغوندي، فوالا رقم 050. هادو بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم ماتس ولا سمراء بحال ديالي. دونك غادي نعمل هنا، هنا البنات هنا شتو ها هو الحد الكونتورينغ شي شويه. فوالا شتو كذلك الجهه الاخرى. اي فوالا سالينا مع البشره. انا ما كنعملش 100000 برودوي واخا نكون حضاره. اوه سي مانيفيك البنات ما شاء الله، والله الا الايفون ما كيبين مزيان. مانيفيك خاصكم تشوفوا هنايا لا بو الي كوم اون بو دو بيبي، سوبر سوبليم. ماشي كنشكر راسي فريمون، كنشكر غير داك السوان اللي عملت. فوالا بحال هكذا نعمل غير شي شويه د لا بودغ هادي ديال كاتريس. هانتوما فيها رقم واحد حتى هي 4 اورو دايوغ كنستعملها بزاف. شوفوا كيفاش عامله. وهاد البانسو هذا ماشي هو هذا ديال الحجبان، ولكن هو اللي حدايا دابا باش ما نموتش. غادي نعمل بحال هكذا. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الحجبان خفاف مثلا، هنا ديما خليوها البنات ناتورال، حيت هذا خاصو يبقى ناتورال. دونك ملي تكون هذه لابغوس عمراء بداو لي بالقاع بحال هكذا. فوالا غادي نعمل انا في المرايا حيت كنشوف حسن في المرايا، واللي بقى عاد طلعوا عملوه الفوق. فوالا بحال هكذا. فوالا بحال هكذا باش يبقاو ناتورال. سيتو شويه هنايا. فوالا سي مانيفيك البنات، واو ما شاء الله والله العظيم الا داك لو سوان ايدغا فاسيال سي ميراكولو، فريمون ميراكولو. الوغ دابا غادي ندوزو العينين. الوغ العينين بما انني حضاره غادي نعمل دمعه العين، ولكن هي الاخرانيه غادي نعمل بعدا واحد لا تكنيك لي ساهله. الا كنتي كيتخسر لك الفوق العينين اي شيدو ما كيطلعلكش، غادي تاخدي سكوتش بحال هكذا مغصوب بحال هكذا، غتجي لخر العين فوالا، وغادي تحطيه. بون دخلت لي واحد الشعيره لتحت غادي نحيدو. فوالا غادي تحطيه بحال هكذا لا ميم شوز جهه اخرى. بون غادي نشوف، غادي نستعمل الو، غادي نستعمل لا باليت ديال ساول مات من عند رويال اكاديمي وفاء، هي عندي في انستغرام الا كنتو مهتمين عرفتو. شوفوا انا ردوها لي البنات هكذا للاسف الصغارين داوها لي وخربقوا فيها حيت فيها لي بايت، ولكن البنات واحد لا بيغمونطاسيون فيها ما نقول لكم. شوفوا معايا غادي نوريكم ان سواتيو لكم في صباعي باش تشوفوا عرفتو واحد لا بيغمونطاسيون. شوفوا معايا مانيفيك البنات مانيفيك. شوفوا هذا جادوغ مانيفيك، ما كرهتش شي حاجه كلو حق معاك كثر شي بزاف. شوفوا باش غادي نمسح يدي. فوالا ها لي سويتو انا ممكن ازعلك بس مش حزعلك. الوغ الايلاينر غادي نستعمل هذا، هذا الفوتر ديال ماركه اسونس كيعمل شي 2 اورو ما وصلش، ويلي مانيفيك البنات افيكاس رقيق. كاين بليزيوغ تاي مي انا جيم بيان هذا الرقيق. فوالا شفتو غير هو ما كيصبرش بزاف. ناخذ لابغوس بحال هذه كبيره نمشي هنا، وغادي نجي للقنت ديال العين، وغادي نخدم سموك حيت اليوم بغيت نعمل السموك يا لالا. بغيت نخدم العينين مزيان ونخلي الفم ليجي خفيف. فوالا بحال هكذا مانيفيك. غادي نطابوتي كلشي نفس الشيء. عرفتو صعيب نشوف في التليفون، خاصني نشوف في المرايه باش نعرف نخدم، حيت سينو غادي نعمل شي كارثه وانا حضاره. فوالا نقول بحال هيدا شتو بحال هيدا البنات تماما. من بعد ما عملت نوار غادي نعمل هاد لاكولوغ هادي، هاد الفوشيا فوق العينين ديالي مع السموكي. وي ابغي كي بوكو ما فيغ افيك دي غوش شتي قالت لك اعمل لي الغوز والموف هما اللي خسروا هادي قلت لكم. دونك دابا غادي نطابوتي هنايا بشويه فدوش ماما ما تانكيت با افيك دو بخان تانكيت با. Pourquoi tu mets du brun et du mauve? C'est pas du brun, c'est du noir. Et du rose mauve, si tu veux, ouais. Voilà, elle est là. C'est ça, sauce du brun, du noir et du mauve aussi. Et aussi, je mets du noir et du mauve. Ouais. Quoi tu mets? C'est pour les grands, hein? Oui.
Et pour les petites aussi. Non, c'est pas pour les petits ça, c'est pour les grands. Mais moi j'en ai pas de... Mais ça sera avec une robe trop mignon qu'on va compter quand on pleure et quand on peut. Oh, trop gars, attention, il veut. Laisse-le, laisse-le, il faut pas l'enlever. Mais il a décollé. Il a décollé d'avant le score. Voilà, Halaïda. C'est trop belle. Merci, ma chérie. Mais pourquoi t'as du rose, ça, ça? Ah, tu veux, Halaïda? Mais. D'abord, Radina, tu as beaucoup de maquillage, toi. Radina, mais là, fais de demain. Maman, oui. Tu pourquoi je fais des bouclés? Parce que mes bouclés, enfin. ودابا غادي نعمل دمعة العين بهذا الوغ الدمعة انتم ماما تدي Tu sais du... C'est hyper, hein. Tu as peur? Pas peur que la proche. Voilà, on va faire de la l'ain. Merci. On va faire du scotch d'abord. Je vais faire ici. Waouh. Waouh. Juste magnifique. دونك غادي نعمل شويه ما نعملش الايلاينر البنات سي با نيسيسير نعمل الايلاينر الفوق غادي نعمل غير شويه لتحت فوالا بغيت غير نقول لكم عقلتوا على الكريون جون هادو بيج هادو كريون كيجوص العين باش كيوسعوا العينين كاينين غير سيفورا انا نورمالمون عندي ديال سيفورا ولكن دابا جبتو كريو دفاك عاملين كيعملوا 10 اورو عند سيفورا هانتوما كيبقاو 12 ساعه وديال كريو دفات عامل 1 اورو ولكن ما عرفتوش ديال كريو دفات افيكاس غادي نسخنوا شويه غادي نجرب معاكم الو هذا وسط العين ماما كافاك مي دو شاستيك مزيان والله الا مزيان حتى هو حتى هو غزال بالعكس حسن ما كيسيحش فيك مي بوكلي دونك وعليك لا بروش بحال هيدا سي با نيلا بو با ديك سا غادي نكحلو به نيت غادي نكحلو بكحول بيج فوالا واو مانيفيك تبارك الله الى خرج لكم شي شويه هنايا بحال انا خرج لي على الايلاينر غادي نعاود عليه الايلاينر فوالا باش يبقى لي الايلاينر ديالي نقي فوالا وبالنسبه للعكار غادي نعمل لوين خفيف حيتاش مكثر العين فوالا عكار صافي انا ما كنعمل لا تخصص لا والو من بعد كنطلع شي شويه على الشرطه غير باش كنغش شي شويه فوالا الوغ باش نخفف لا كولور ديالي شويه بحال هكذا فوالا الزينه ديالي غادي نطلع نضو نوريكم المهم ماكياج ديال السهره ديال الليل لان الحضر ديالي غيكون بالليل فوالا الغزاله ديالي ها نتوما الماكياج صراحه ها نتوما الا حيدنا النواغ ماشي كثير هو الالوان قويه وانا تعمدت انني نعمل النواغ حيت كنت باغيه اليوم سموكي شهيتو شي 3 سنين 4 سنين ما عملت سموكي هكذا مكثر العينين نتوما بغيت نبان زعما هكذا خسر على راسي الشعر بوكلي وماكياج زعما اختكم راه مشات الكوافر وديك الشيء في الدار واخر حاجه نسيت ما نقول لكم شي البنات هي فيكساتور ضروري ما نفيكسيو الماكياج ديالنا يا بالماورد يا باي فيكساتور عندكم انا كنستعمل غير هذا ديال كاتريس كيعمل 4 اورو ولا 5 اورو وصراحه يفيكس تري بيان ولا الماورد او ميم طون كيحيد داك الفائض ديال الماكياج وفي نفس الوقت كيشبر لك الماكياج الصور ديالك ولكن ما عندي ما نقول لكم البنات سي مانيفيك جوست مانيفيك حيت البشره مهيئه مزيان مقدم مزيان بالنسبه لذاك السوان اللي عملت ايدغا فاسيال صراحه بزاف 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 نفعني هانتوما البنات الماكياج طلع لي رائع خطير بالنسبه للفولاغ بيان سور ما تديوش عليه غادي نحيدو تما ولكن صراحه عجبني المايكاب بزاف رائع طلع خطير طرق سهله والقفطان حتى هو جا مانيفيك باغ كونطخ الصمطه شي شويه كبيره عليا وخا مزيره
باقا شي شويه واسعه صمت هذا القفطان خاصها تكون مزيره باش باش كتفصلنا زعما لا طاي من الباقي ديال الجسم. الى دي شريف ماما داكور ماشي شريف فوالا انتما تي ترو بيل ميرسي ما شريف مي بوكو تي كو با ميو مي ماما ش يا ماما تان كولي تي تو كولي تا دو كولي تا ماما فوالا الغزاله ديالي ها نتوما القفطان جا كيحمق او بالنسبه للميك اب ما عجبني بزاف وبالنسبه للاكسسوار لبست هادو ديال السيدي مع الحلقات والفولغ نتوما عارفين غادي يطير بيان سور حتى هذا غيطير غير نتصور ومجا رائع فيه داك اللعيبه في طهرون نتوما شفتوها ملي كنت كنحددو فوالا البنات جبت عمتي الزهرة والعائلة ديالي معايا منى قول سلام البنات ومدة الضحك هما ثلاثة بيهم غلاطين اللور منى ضعيفة تبارك الله على سميرة لا عمتي ضعيفة على سميرة وعاد شنو قلت لهم قلت لهم دابا غاطلعوا نعمل لكم موسيقى حيت بقاو عليا اي ضايق طاطا تاخذوا معكم الموسيقى تصدعوني شي واللي ما غنتي على النسله لا تي نسله انا عزلت لك عاد تزعم علاش السلام البنات السلام عليكم البنات يلا يلا كلشي غيغني بلاتي بلاتي يلا جو يلا عيونك هكوداتي ويا لالا الغزالات ديالي قبل ما نشد معكم الفيديو غنقول لكم شكرا على التعاليق الزوينه اللي سردتوا لي بمناسبه عيد المراه في الانستغرام وحتى انا كنقول لكم انتم الاجمل وانتم الافضل الا بعد منا اللي كانت الحياه قاسيه عليهم اللي خلاتهم هملوا راسهم ولا خلاتهم ما يبرزوش الجمال ديالهم ولكن نتاكدوا انكم جميلات الجميلات واهم جمال هو الجمال الداخلي صفاء النيه وصفاء القلب و طيبوبة والأخلاق ديالكم هي أحسن حاجة وعاد أكيد تهلاو لي في الحالة ديالكم وكونوا جميلات لأنكم جميلات وكتستحقوا تكونوا سعيدات وتكونوا جميلات وفحال اللي كنقول لكم ديما الإنرجي بوزيتيف وديما تكونوا فرحانين والابتسامة على وجهكم ولو يكون لي كان البنات حتى شي حاجة ما كدوم أي مشكل عنده حل والحمد لله بفضل الله إن مع العسر يسرا غنقول لكم شكرا لكم وإلى فيديو مقبل ما قديتش نحط معكم حتى شي حاجة شاركتها معكم في الحفلة أنا صورت مقاطع في الحفل ديالي ولكن الفيديو تبارك الله جا طويل كلش نزيد فيه وغنقول مبروك على اختي غزلان والله يحفظ لها وليداتها وانتم الله يكمل عليكم بالخير.